يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإيردوريش بوند. هيا وعندك هذا نائب الرئيس. نائب الرئيس حضرتي قوة الخير ومش راعي يكون وزير. إيه وزير عطيك توا عطيك توا خد الزين على الإحدى عطيك توا عطيك توا خد الزين على الإحدى وأنا رشكون خلاك مصيبتي يا الخسلان طيبين بيا كيش ترن بسم الله. كيف اهلا استاذه لاباس عليك شرفتينا الله يبارك فيك اكيد كنتي عند زيد اكزاكتومون تفضلي 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 خيتي الله تعالى دخلت تفضلي مرحبا 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 ياك من نجيب لك شي حاجه تشربها لا شكرا تبارك الله زين بكبرات وقمت بالواجب بنت با تبارك الله بنت با هذيك البنيه تبارك الله يعني وخصوصا ملي عرفتك انت ولات تغيرات في هاد اليومين هادو الحمد لله بارك الله فيك وانا كنظن السي احمد حطيت صبعي على المشكل اللي عند زينب حطيت صبعك على المشكل يا ريت تحط صبعك كلهم على المشاكل اللي عندي بغيت نقول لك اللي عندنا حنا حيت كل واحد عنده مشكل انا ما كتعرفي ملي كتكون شي ام في الدار كيكون المشاكل كثيره يعني يا ريت حنا كنا ما عرفتش كيفاش نوصلها لك ولكن تبارك الله عليك انت كتبيني انك انسانه تبارك الله طيبه والقلب الكبير وداك الحب اللي عندك وديك يعني ديك لا جينيروزيتي اسمحي لي على الفرنسيه يعني شويه يعني داك لا جينيروزيتي يعني اللي عندك والكرم اللي فيك انك كتفرقي على الناس اللي معك انا حاس براسي دابا انا مفرقه معايا داك زينب تبارك الله كما سبقت وقلت لك السي احمد واحد المرحله اللي صعيبه هي مرحله المراهقه الوليدات خصهم بزاف ديال الرعايه ديال الاهتمام ديال الحب وسورتو يلقاو اللي يفهمهم طبعا طبعا بحالك وين المشكل ديالها ما بغيتش تفهم ليا لان فرمشت عين تقلبات السي احمد خصك تفهمها زينب وكاع الوليدات اللي في لاج ديالها كيقدوا يحبوا حتى 10 المرات في النهار كيفاش يحبوها 10 المرات لا حب بريء حب من نوع اخر ماشي بحال الحب ديال الكبار واحد يعرف الوليدات عندك الحق في هذه المساله عندك الحق في هذه المساله انا المشكل اللي كان عندها هو ذاك روميو هو اللي خلق المشكل ولكن الحمد لله دابا مني لا الحمد لله ولهذا انا بغيت نفتحك في هذا الموضوع هذا وسمحي لي علاش حاسس من نهار عرفتك ولاحظت بانك انسانه طيبه وأن الدراري محتاجين الإنسانة بحالك فما عرفتش الفكرة ديالك على الزواج الله أكبر سي أحمد اللي ما كتعرفش واقيلا هو أنني أنا واحد الإنسانة مطلقة لا حول ولا قوة إلا بالله شكون هذا الحمار اللي غيطلق بحالك أنت تبارك الله يا سلام سي أحمد دابا في هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه الناس كيخسروا الزباب الفلوس على الأهراس وكيتكلفوا ويتسلفوا في الآخر كتكون المدة ديال الزواج قصيرة بزاف وكيطلقوا كتشوف العرس يعني بغيت نقول زعما الإنسان ماشي ضروري يدير العرس يعني يقدر يتزوج بلا عرس ولكن اللي كيهم ماشي العرس يعني بغيت نقول زعما العرس ماشي مهم اللي مهم هو الحياة يعني امتداد يعني بغيت نقول زعما الحياة اللي غيعيشها الإنسان في في الحياة ديالو في فهمتك السي احمد ولكن انا التجربه اللي كانت عندي خلاتني نكره كاع الرجال وما تبقى عندي الثقه في حتى شي راجل لا ما تقوليش هكذا شوف الرجال كيف ما الرجال كيما النساء يعني كاين المزيان كاين الخيب عندنا ناس حجر وطوب احنا الحمد لله انا الحمد لله يعني انا كنحترم المراه كنحترم الانسان اللي تقسم معايا حياتها وتعيش معايا يعني غتشاركني فالرجال فيهم وفيهم احنا الحمد لله يعني كاينين الرجال اللي مزيانين يعني خصها الواحد يشوف مزيان عندك الحق وسورتو انت سي احمد انا صراحه معجبه بالشخصيه ديالك كنشوف كيفاش كتعامل وليداتك كيفاش كتهتم بهم كيفاش تبارك الله ناجح في خدمتك الله يبارك دابا نائب الرئيس وان شاء الله غادي نكون وزير انا كنخمم انني نكون وزير ولهذا انا استاذه بغيت نقول لك واحد القضيه الا كانت يعني بغيت نعرض عليك مشروع ديال
الزواج اش ظهر لك الى يعني نطلب يديك ونتزوجوا تكوني انت انا ما نلقاش شي ام احسن منك انت وليداتي. سي احمد هذا القرار خصو بزاف ديال التفكير. فكري شوفي خذي الوقت الكافي باش تفكري. انت دابا عندك 5 ديال الدقائق فكري كما بغيتي. 5 ديال الدقائق يعني لحظه رحي شي ما كتقبل البيع السبه شد الحالة دينا في وجهك مخلط كله كلبة غلية شد الحالة هادي شميت ريحة الخضر. شو الهضرة اللي كتقولي تاني بغيت تعرف تكدين تكدخلي للدار عدي الدوبل ديال الساروت. شكون اللي عطاك الدوبل ديال الساروت؟ أنا اللي خرجت عليه. وين دي مشكلة معك؟ أنا اللي جيت نطمئن على ولادي. ولادك؟ آه إلا أولاد عندك؟ أولادي زينب وحمودة وغيتة. سي أحمد اش كتقول كيفاش ولادها؟ لا 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 كتدخلت في الهضرة. إلا أولادك على دوك ولادك؟ أولادي أنا ماشي ولادهم الحقيقية ماشي أمهم الحقيقية ولكن أنا أمهم البيولوجية. خلطة كل شيء. راه الأم البيولوجية هي الأم الحقيقية أنتيا يعني هي بغيت نقول لك زعما أنها في مقام أمهم حيت هي دابا عزازين عليها وشافتهم كبروا قدامها وكانت صديقة ديال المرحومة وبقات هي معايا بارت وقعت معنا هنا كتجي الله يرحمها مسكينة. أنا بحال أمهم لذلك ملي كنشوف شي لفعة جاية داخل الدار كدور بالدري وبدراري ولا باهم خاصني نرد بالي. سي أحمد واقيلا الوجود ديالي محرج جدا. شكون جدا؟ شوف لا لا مرحبا خليك خليها تمشي خليها تلحق دارها. لا تسنتي دابا أجي اش ظهر ليك ندير واحد القضيه. شنو هي سي احمد؟ انا دابا كان يعني والله دابا حسيت بواحد الاحساس اننا نخرج ونشربوا شي حويجه يعني امام البحر. ها انا وياك ونجلسوا ونشربوا حويجه زوينه في شي مقهى ولا في شي فضاء. انا وياك الراس في الراس. امشي للمنزل نمشي نغسل وجهي ونجلس. سير يلا سير. شتك كتعرض عليها الراس في الراس حدايا؟ لا دابا عرفتي اش غنديروا؟ دابا هي صيف تنتفكوا منا انا وياك غادي نسلتو وغادي نمشيو نجلسوا في هذا الفضاء وتكون وانت تفكري على خاطرك في الموضوع اللي هضرت معاك فيه ونبقاو مرتاحين حيت هاد خيتي الا بقات هنا راه هي مزعزعه راه ماشي نورمال. شتي كي دايره لوجهها؟ يلا بعد تفضل. شكرا. تفضلي. نديو الدراري. يا ويلي هادو فين مشاو؟ دابا واقيلا مشى يكركب هذيك خيتي باش نخرج انا وياه الراس في الراس. مشيت انا نبدل ما حتىش من جلاب. يا ويلي انتي مالك سيري داويه بوحدك؟ علاش غادا خارجة؟ انا السي احمد نمشي نشرب قهوه على البحر. حليلي انتي من؟ انا السي احمد. تبارك الله ولا بنيتي السي احمد راه تلاقيتو بالاستاذة راه ركبوا على الطوموبيل ومشاو. هربوا عليا. لا لا هربوا عليا. ها بنتي انتي مالك دايره هاد الحاله في وجهك؟ راه دايره ماسك باش مزيان ياك. وهذا دابا ماسك هذا من العام اللي بلاك الله ديري ماسك ديال بصح. لا هذا راه شفت هذيك اللي في التيك توك كدير ولا حيت كتلوح ماسكات زوينين اميرات وزوجي عرفتيها؟ اميرات وزوجي وبقى يديري هذاك الشيء ديال التيك توك تتخرجي على راسك. بصح شوفي بنيتي غنى نوصيك واحد الوصيه الله يرضي عليك عائشه راه غتجي عندنا ديك المراه اللي غندير معاها المشروع ديك السيده ساره. اش من مشروع باغا ديري ثانيه مامي؟ شوفي مامي غادي دير مشروع ديال الذهب مع واحد السيده ما نقولش لك عليها ودي عيشه فهمتي وغتجي عندنا الله يرضي على بنيتي. ران سيري حيد بعدا عليا داكشي ما تجيش المراه تلقاك دايره بحالك. ولكن قولي لي بعدا هاد المراه واش كبيره فايتها العين ولا باقا صغيره؟ ربي عيشه ما بغيتيش تحشمي واش تي كبيره؟ علاش بغيتي بيها تكون كبيره تكون صغيره طويله قصيره مالك تي؟ انا راه عييت كل نهار كنجي وحده تدور ليا بالسي احمد. واش تي ما بغيتيش تفهمي؟ واخا ما علينا هادي هضره اخرى تا وكان يبان ليا السي احمد. شوفي الله يرضي عليك صوبي ليا من شغل يدك داك الشيء اللي كتصوبي دوك الرغيفات وشويه ديال البهله. اه ياك
بالحق ما تخليش ليا وجهك بهاك واك داير. لا لا غنتكادو نتصاوب وغنصايب هذيك الكيكه ديال الشكلاط الكركاع عزيزه على السي احمد. ياك اخ صاوبي ديال الشكلاط اللي عزيزه على السي احمد. يلا انا غنشري شي الماسك ويلي ويلي. اجي اجي اشنو ربي يا بنيتي عقولي لي ما بالك مزيطي بيناو. يا ويلي يا مامي ها هو مزيطك. ما عرفت بنيتي انا راني كندوخ. سيري سيري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما بغيتش تفهم هاد السيدة نهار ما طال ويا التليفون جا تيسي حمد كون بغا كرة خداك شحال هذا. أنا نائب الرئيس. هاي 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 حط انت طيرة كونوا بلايدين. هادشي راه ماشي دياركم فراسك ولا ما فراسكش. هادشي ديال الضياف وجي غيرنا ياكل خيرنا. لا لا يا لا لا وش حالفك تخلصك راسك شوية وسكتي واخا. هذا راه خير بابا. بابا راه خدم وعرق باش يجيب لنا هادشي للدار. ياك اختي خير بابا كذا. ها لا لا هذا راه خيري انا ورزقي انا وفلوسي انا وهذاك باباك حاجة ما تعولوا لي فيها. سمح لي يا مامي بابا راه نائب رئيس ومشروع وزير. سبحان الله العظيم بابا راه سكت شوية. قالك نائب رئيس ومشروع وزير. اي نعم كون ما كنتش انا اللي رديتو نائب الرئيس كون راكم ميتين بالجوع فهمتوا ولا لا. بقى تشوفي تطلع فيه وتهبط. سمعتي ما انا نهار الاول انا كاع ما كنت حامله راه هذيك مامي دور الله يهديها هي اللي بغات تجوج لي بنتها وما انا عليا والله لا دخل لداري حيت بالسلامه والعافيه هاد الموبل ديالي القهوه ديالي فهمتوا ولا لا. واش كتشوفي فيا حضري عينيك كوني تحشمي. حشوم عليك مامي كتضربي الكارير كامل ديال بابا في الزيرو دابا بهادشي اللي كديري. حشوم عليك دابا وكعيه باش ما تمشيش كتحطي الناس الكارير مين جا هنا عم كنعدو شي كارير. هذاك زرق الكمار عندو كارير مين طلت عليه قال لك كارير. انا فلوس ديال ماماكم ديال الصداقه ديالها باقي انا الدبل انا كنتسالو فهمتي ولا لا. دابا من هادشي كامل واش غتخلينا ناكلو ولا لا؟ لا تاكل جنابك ان شاء الله. يلا قعدوا ما عندوش بنت تمشي ليه مساله كديره. اجي واش نسولكم الله يرضي عليكم اسمحوا لي ياك وليداتي انا عزيزه عليكم مامي ياك ما ديروهاش مني خلط الصواب ربي ما بين لكم موزيط. موزيط وها هو موزيط قتلتينا بهاد الموزيط والله الموت العرف شكون حاطه في فرعنا راسنا. يعطيكم النمسح سيروا طلعوا لبيوتكم باسلين نتوما راه ماشي ديال الدصارى. انا نائب الرئيس. انا ديالك الروسيطه ديال نشوفو يلا. واش احمد واش الروسيطه دابا تنسالي تنسدو القهوه واش حدا الناس دابا الروسيطه واش سيدي. لا لا لخيت لك بزاف خصني نعرف روس العفاد القهوه اش كدير. اش كدير هاد القهوه اش جبد لي الروسيطه دابا نتفاهم انا وياك. جبد لي راه طالع ليا الدم فيا ما جبد الروسيطه. جبد الروسيطه واش الروسيطه واش جبد الروسيطه واش هادي ديالك وهذا البربواج الروسيطه شنو ويلي عباد الله قهوه بكيوما بزباله الفلوس 100 درهم النهار كله 100 درهم. هذاك قال 3 ايام ولا كنجمع لك فيها جبد 3 ايام صافي 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 ها خليها عندك صاوب لي شي قهيوه. ما بقاش القهوه اخر قهوه ما شربتها هي هاك 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 السي احمد هاك خلعتيني هذا ديال باك نساه با سي موسي واش كيدير عندك العكاز؟ نساه هنا نسى ديك الناس بقى غادي هكا وخلى العكاز. انا بغيت نفهم هاد با ما كيشوفش وكيسمع في العكاز باش يبان زعما راه كيشوف. الله الله يهديه وصافي شي نهار يطيح في شي حفره. حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله واه باز والله الا باقي عندك الوجه كتجي لعندي. انا قلت لك فقعان من جيتك وهادشي اللي درتي انا ما كتطابقش معايا فيه ما بقيتش بغيت نشوفك وما بقيتش غنمشي عندك لذاك المكتب. واه سي احمد الله يهدي انا راه عارف فقعان هي وعارفك انت اللي عندك الحق ديما. انا غلطت وصافي وما تبعتش كلام. كنت تبعت كلام كون راني دوكا بخير. تبعت كلام ذاك الهدوم ابقى يصفر لي في ودنيا يصفر لي في ودنيا يصفر لي في ودنيا حتى مشيت وليت دير داك الشيء ديال الصحافه وداك الشيء حتى وليت في ما هي وما الاولى. زعما جاتيش خبار قلتها لك قلت لك راه غادي نعيطوا لك ويسخس خوك. عيط لك غشمني اخويا غشمني ذاك الهدوم راه عيط لي الامين العام صبني اخويا.
بعدين مجيت عندو المقر المركزي وتصبني اخويا اش غنقول لك حيت دابا حيت خصك تفهم واحد القضيه السيد الرئيس راه ما يمكنش لك تعقد شي مؤتمر ولا دير شي ندوه صحفيه ولا دير شي ديكلاراسيون بلا ما تشاور مع الاحزاب ديال التحالف راه هادشي علاش دابا الحكومات ديالنا حنا ما غاديينش ديما كاينه الروينه كل واحد كيدير اللي بغا انا ملي كنقول لك الحاجه تبعني تبعني اه ما تبعتكش ماشي ما درتش برايك كون درت برايك وراني دابا بخير وعلى خير دابا شوخه دابا راه المجلس وطني مجموع وقيامه نايضه الفوق قال الحق باغيين يطردوني وانت تشوف هذاك الرئيس هذاك الامين العام ديالنا انا سابق لهذا الحزب هو باغي يطردني وانت تشوف ولكن هو كيخدم بعقله انت تابع لي هذيك لابواط نوار ديالك خرج عليك ملي كنقول لك انا حاجه متبعه هو هذا كاش عارف السياسه السياسه راه كتبغي ناس يكونوا متفقهين وفاهمين هو مره مره كيجيب لك خبيرات زوينين كيعطيك بعض الافكار كيقرا لك الحوايج اللي ما كتقراش انت كيجيب لك بعض ولكن ما خصكش تعتمد عليه ولدي راه هذوك اللي الفوق كيقلبوا على شي مانيره باغيين يديروها لينا باش يحيدونا راه حتى انا ماكش كنضل الدار مع داك الامين العام على قبل كتاب الشعود وزير نضربش معاه وانت دابا احمد الله احمد الله حنا حامد الله ولكن اخويا اش غنقول لك وجوج عيالات مات فين جا الجمهور ديال الصحافه وانا اللي رئيس ديال الجامعه جاني واحد تيتي تيتي لا شوف شوف انت دابا خصك تفهم واحد المساله خذ 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 شرب لك شي كويس ديال العصير وبرد السوق دابا خصك تعرف ان هادوك خياتي هما هاد الفنانه الصحفيين كيمشيو عندهم لانهم كيبغيو البوز انت هز ليهم هز ليهم دابا انت يا هاد السياسيين كاين شي وحدين فيكم بكثرة ما بقاو كيكذبوا كيكذبوا علينا وكيقول لك اليوم غدا حقا هذا ما بقى حتى حد كيثق فيهم اما السياسيين اللي كيثقوا فيهم الناس راه كيتجمعوا وتجي حتى 300 400 صحافي راه جاوني الناس ولكن ما عملتش صحافه 300 واحد التريزور راه دابا تابعني باغي تخلص جاي مشي درت كل صحه كون عاد تزوجت عرفتي شحال 300 ديال الخط دابا تهدم تهدم خذ لك شي عصا اودي ما عنديش من يدوز شوف 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 السيد الرئيس دابا تهنا مع راساتك هاك ها الملف ديال هذا هو اللي غيحل لك المشاكل كلها هذا ديال الصرف الصحي اللي خدمت فيه هذه 3 ايام وانا كنخدم كنضرب فيه تمام الله يرضي عليك راه معايا البوط النوار ديالي قال لي راه السي احمد خدام في داك الدوسي صافي غيزتيه غيزتو دابا هذا ان شاء الله غادي نديرو عاوتاني واحد مؤتمر صحفي ولكن ماشي مؤتمر صحفي اللي كتعرف انت دابا غادي نجيبو صحفيين واقلام اللي وازنه في البلاد واللي كيحترموها راه كاين صحفي وصحفي كما كاين رئيس ورئيس غادي نجيبو صحفيين كبار كيحترموهم الناس مواقع اللي كيحترموهم الناس واللي كيتيقوا بهم ها كنتيق فيك هو اسمع لي اش كنقول ومن بعد غنقدموا واحد الاعتذار خاص للسيد الامين العام شكون اللي غيقدم انت اللي غتقدم اي وانا معاك باش هو يكبر وتقول لهم اودي كانت زلت لسان اسيدي ملي قلتي نديرها غنخصصك خاطرك وانا غنفكك من هادشي كله لان هادشي ديال الصرف الصحي مهم لان هذا مشروع ديال القوادس اللي كيتخنقوا وداكشي خدمتي فيه مزيان دابا ولاو كلهم تسرحوا بقينا واقفين عليهم تتسرحوا والمهم هو الصرف الصرف يكون صحيح ولا ماشي صحيح حنا خاصنا الصرف وحنا راه كتعرفني انا العلالي رانا خدام العلالي عليكم سي احمد بخير لاباس عليك الحمد لله اه جاك منور اليوم الله يبارك فيك سي العلالي كي جيتك خدمه نقيه كي جاك هو حتى نقيه هو حتى تفاهم معنا نفس انا سؤال عندي اش دار معك الامين العام تعرف الامين العام اش دار معك مزيان اجي نجي اجا ولدي هنا قرب حدايا باش نوريك الامين العام شنو دار معايا قول لي صحت الليل ضل الدور في الليل جمع الخبارات والصباح تجي تصيفطني انا تصيفطني كوليا مع الحزب ها مرحبا بلا الله ساره مرحبا ونهار كبير هذا حاجة الله يبارك فيك تفضلي باش معذب راسك لا 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 والله لا هذا فيك راحه اختي مولات الخير الله فيك ايوا هانا اوه يا 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 كي جيتك لا 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 الله يعطيك الصحه شتي هذا الحاجه تقلبي عليه عند اي دهيبي الا لقيتي بحالو اجي نعطيه لك فابور صلاح النبي عليك يا الحبيبه عرفتي علاش حيت الكرياسيون كنديرها بوحدي انا اللي كنبقى نفكر ونختار ونرسم ونصيبو بوحدي وشتي هذا الحجر هذا عندي الناس ديالي اللي كيغطسوا عليه في الويدان وتحت البحر باش يجبدوا لي الحجر الحر ياك لاله تبارك الله ولي واحد الشيء غزال شتي ما عندي ما يتسال باش تكوني عارفه واحد القضيه شي ملكه اليزابيث الله يواليها برحمه الله هذاك التاج اللي كدير انا اللي مصيبه لها ياه ايه باش قاعده مصاهر فاش بغات دير العرس عيطات لي لاله خصيصا باش نصيب ليها لي بيجو ديال العرس
تبارك الله. أما الفنانة عندك من سميرة بن سعيد وانتي غادة ياك أختي. أيه والله إلا ما عندي لي تسال صلاة عندي تبارك هو المهم هذا راه كيدير 8 مليون. أيه اللي كنتي وحيت غتكوني شريكتي غنخليه لك بجوج ونص. الله يعطيك الخير. غنخليهم بقل من راس ماله. تبارك الله تبارك الله يبارك فيك. والله ما عندي ما يتسالك. ايوا شفتي وهذه هي الشركه ولا بالك. ايوا هادشي. واه بغيت نطلبك الله يعطيك السر. مرحبا. شوفي لي مع راجل بنت بنتك. اي الله يسر لك حيت دابا هو نائب الرئيس. المعارف ديالو الناس الكلاس يتقداو من عندي واللي تقدا من عندي راه عندك النصف الربح. كي جيتك؟ لا لا ويلي ما عندي ما نقول. لا شوفي لا كان غير على راجل بنتي غير كوني هان يا سيدي احمد انا غنقولها ليه. اما بنتي فاطمة تبارك الله داكشي المعارف اللي عندها هكا تبارك الله. ايوا صح غير كوني هانية من هاد الناحية. ما عندناش نخاف. مرحبا مرحبا بك ضيوف مامي ان جيتي. الله يوفقك. اجي هاوي العلا شنو هذا منين جاك واش انا حطيت دبلي جبتي طيرتيه؟ حمولي مامي انت مالك هذا راه ديالي انا يلاه شريته. انت شريتيه منين جاك انتي باش تشريه؟ قال لها شريتيه. اولي على خلاه راه دايره 90 درهم 1800. ها 1800 لقيته في الانستغرام وتتشري. الا قال لك الا شريتي جوج كيعطوك وحده مجانا يعني تقام عليك ثلاثه ب 3600 والتوصيل مجانا. والله الا انا ماشي هو يا انت شريتي بحالو يا ويلي كاش محنتي راسك مامي. انا راه بمناسبه هذا هو اللي كيعطونا فابور هذا وهذا الفابور فلوس وما هذا شريت جوج انا بمناسبه عيد الام. وين تي ذهبي؟ الحاجه خلي واحد عندي ما اجي عندك ما يدار بعد الله. انا زربانه والله انت انا زربانه على ذهبي فينا هو نسيت شوفي الكادو راه ماشي هو غير حقي مزيان هانتي شوفي هاد الحجره هذه كتبري هاد الحجره هي اللي غنفلقك بها دابا. اش كاينش فسري ليا شابلو ليها. لا هادي هادي اش دارت لك؟ دات لي رزقي كامل دات لي ذهبي من حق سيدي احمد ما خلاش ليا قال لي فلوسك كتبيعي ومع في الخلع. هادي هادي لا لا حيدي يا جيب هنا. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دو ريش بوند. مرحبا بكم في مسابقة ميزيدور وإير دو ريش بوند. سؤال حلقة اليوم: مامي جوج دخلت في مشروع ديال التب والسيدة اللي شاركت معها واش واحد نصبت عليها زوج تهلات فيها ثلاثة بس لها يديها. بعتوا برقم الجواب صحيح واحد زوج أو ثلاثة عبر الواتساب 070-101-15-15 وفوزوا معنا كل أسبوع بقسيمة شراء بقيمة 2000 درهم لاقتناء منتوجات ميزيدور و إير دو ريش بوند. ضعفوا حظوظكم للفوز وشاركوا بكثافة للفوز بالجائزة الكبرى وهي صالون مهدى من ميزيدور وغرفتين نوم للأباء والأطفال مهدة من طرف إير دو ريش بوند. وحظ سعيد للجميع. فائز الأسبوع الثاني لمسابقة ميزيدور و إير دو ريش بوند هو محمد الرقي من مدينة دالبيضة. هنيئا للفائز وحظ موفق للجميع.